أفاد مسؤول محلي ومصدر عسكري في محافظة الأنبار غربي العراق بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى منطقة التنف العراقية على الحدود مع سوريا، فيما أكد ضابط في الجيش العراقي أن تلك التعزيزات الأمريكية جاءت من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي. الجلسة 19 للدورة النيابية الرابعة. السنة التشريعية. الوضع السياسي في العراق يتجه نحو مزيد من التأزم، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات السياسية والعسكرية الرافضة للوجود الأمريكي في البلاد، وتضاربت المواقف داخل مجلس النواب لتصل في آونتها الأخيرة إلى تحرك برلماني يسعى لتشريع قانون من شأنه إخراج القوات الأجنبية من البلاد، أفاد مسؤول محلي ومصدر عسكري في محافظة الأنبار بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى منطقة التنف العراقية على الحدود السورية. المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أضاف أن تعزيزات أمريكية مكونة من آليات عسكرية من نوع هامر ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى وصلت إلى منطقة التنف، مشيرا إلى أن الهدف من تلك التعزيزات تأمين الحدود العراقية مع سوريا بالتزامن مع العمليات العسكرية التي انطلقت بالجانب السوري لتحرير آخر معاقل داعش بمحافظة دير الزور. ضابط في الجيش العراقي برتبة مقدم أكد من جهته أن تلك التعزيزات الأمريكية جاءت من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي واستخدمت الطريق الدولي السريع لمرورها وصولاً إلى منطقة التنف. الضابط أوضح أن القوات الأمريكية تتخذ في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا عدة قواعد لها، ومنها قاعدة الحبانية والأسد إضافة إلى موقعين في القائم وموقع الشرقي مدينة الرطبة. أنباء بشأن انتشار القوات الأمريكية على الحدود بين سوريا والعراق إن صحت فإنها تأتي تأكيداً لإعلان واشنطن أن سحب القوات الأمريكية من سوريا لا يعني انتهاء مهمة القضاء على داعش نهائياً وغيرها من المهمات المعلنة لتلك القوات. الدفع بتلك القوات على الحدود يعني أن واشنطن تقوم بالخطوات العملية الأولى للإيفاء بتعهداتها أمام حلفائها في سوريا، وبأنها ستواصل تقديم الدعم اللازم لهم والتدخل في جميع الحالات التي تستدعي منها ذلك. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفي من أربيل اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي خبير عسكري، على أمل أن ينضم إلينا في متن الحلقة من بغداد دكتور عماد علو لواء ركن متقاعد ومستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب. سيد ماجد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد ماجد. تعزيزات عسكرية أمريكية على الحدود العراقية السورية، ماذا يحدث هناك في ظل آخر دعنا نقول جيب متبقي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا يتم الآن تصفيته وتحريره من قبل قوات سوريا الديمقراطية؟ الحقيقة هذه التعزيزات الأمريكية التي وصلت الحدود السورية العراقية هي تستهدف الجيب الأخير لتنظيم داعش والوجود العسكري لهذا التنظيم في جيب باغوز. هناك معلومات وهناك لدى هذه القوات أسماء مطلوبة من هذا التنظيم، وهذه القوات التي وصلت هناك هي قوات خاصة من أجل مطاردة أو القضاء على ما تبقى من قادة هذا التنظيم في هذا الجيب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي لمنع تسلل التنظيم من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، رغم أن الحدود العراقية السورية قد قامت القوات العراقية بمسكها بقوة، ولكن نعم تفضل سامعك أنا. نعم، ولكن اليوم المعركة تدور وهي معركة شرسة، رغم أن المساحة صغيرة والتنظيم محصور في جيب باغوز، لكن المعركة معركة شرسة، معركة عنيفة قد لا تنتهي بأيام، قد تصل إلى من أسبوع إلى أسبوعين. يعني القوات الأمريكية تريد أن تحسم هذا الموضوع في نهاية هذا الشهر لأسباب تتعلق بانسحابها من سوريا، علما أن البنتاغون قد أعلن أن الانسحاب سوف يجري في إبريل، وبالتالي فهي تدعم قوات سوريا الديمقراطية في المهمة وهي مهمة طرد والقضاء على تنظيم في باغوز. نعم سيد ماجد، الملفت هنا وسؤال يعني يجب علينا طرحه موضوع التنسيق المباشر بين القوات العراقية والقوات الأمريكية في ظل
ما أثاره الرئيس الأمريكي من دعنا نقول غضب الرئاسة العراقية عندما تحدث بأنه سيبقي قوات أمريكية لمراقبة إيران من الداخل العراقي؟ الحقيقة هو هذا التصريح قد أغضب العراقيين بجميع أطيافهم، لأنه مهمة القوات الأمريكية التي تواجدت في العراق منذ عام 2014 بعد انسحابها نهاية عام 2011 هي لمقاتلة تنظيم داعش ومحاربة الإرهاب. اليوم مهمة هذه القوات تتحول إلى مهمة أخرى، وهو مراقبة إيران مثل ما دعا الرئيس ترامب. ولكن الدستور العراقي لا يسمح لأي قوة أجنبية أو تنطلق من الأراضي العراقية أو يكون العراق قاعدة للانطلاق نحو أي دولة من دول الجوار. ولهذا أثار هذا الغضب التصريح وهذا المطلب بالنسبة لترامب الكثير من غضب العراقيين على المستويات السياسية والبرلمانية وحتى الشعبية. نعم دكتور عماد علو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور عماد. يعني المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية أكد بأن المنطقة الحدودية مع سوريا باتت مؤمنة بشكل كامل، برأيكم في ظل المطالبة من قبل شخصيات عراقية بسحب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، هل هي قادرة بالفعل على تأمين الحدود العراقية دكتور عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم لواء ماجد صديقي العزيز وأخي العزيز. أهلا بك. بالحقيقة اليوم القوات المسلحة العراقية على أهبة الاستعداد، وهي قادرة بالفعل على مراقبة ومسك الحدود بشكل تمنع به أي تسلل لعناصر داعش، حيث اتخذت كافة الإجراءات الضرورية من عديد للقوات، عدد كبير من أفراد القوات المسلحة بمختلف مسمياتها، شرطة اتحادية، حشد عشائري، حشد شعبي، قوات جهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن ألوية مدرعة كاحتياطي مرن للتنقل والحركة لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى جهد استخباري واستطلاع بواسطة طائرات المسيرة ومراقبة بالكاميرات الحرارية وكذلك بالقوة الجوية، فضلاً عن تعاون وثيق ومستمر مع قوات تحالف الدولي لمراقبة المنطقة. لذلك نستطيع القول أن القوات المسلحة العراقية قادرة على النهوض بواجب ومهمة مسك الحدود العراقية السورية. نعم سيد ماجد، أنا بتمنى حقيقة أنك تكفي الحلقة معي للأخير، ولكن يبدو أن عندك التزام، بدي أسألك سؤال أخير ولك حرية المغادرة فيما بعد. سيد ماجد، موضوع المطالبات العراقية لسحب القوات الأمريكية من الداخل العراقي، الآن الدكتور عماد أكد بأن الجيش العراقي على جهوزية تامة واستعداد تام وقدرة تامة لتأمين الحدود، برأيكم هل على الحكومة بالفعل أن توضح سبب بقاء القوات الأمريكية مطالبة بذلك أم ماذا سيد ماجد؟ لا، الحقيقة يعني هي الحكومة العراقية يجب أن توضح عديد القوات، ويجب أن توضح مهام والغرض من بقاء القوات الأمريكية، ولا سيما أن الاتفاقية صوفا الأمنية ما بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية قد انتهت منذ نهاية عام 2011. على الحكومة العراقية اليوم إن أرادت بقاء القوات العراقية يجب أن توضح ما هي الأسباب ولماذا وكيف، وإذا تطلب مغادرة القوات العراقية أيضا يجب عليها توضيح الأسباب. هناك حقيقة جدل، وأنا أصر على موضوع الجدلية ما بين السياسيين في موضوع بقاء القوات الأمريكية، وخصوصا بعد تصريح ترامب. يعني تصريح ترامب أثار الكثير من التساؤلات لدور هذه القوات، علما هذه القوات هي جاءت بمساعدة القوات العراقية، مشورة، تدريب، استخبارات وما إلى ذلك، تسليح. ولكن علينا أن نعرف أن هناك هذه أمريكا، وسبق ولنا تجربة عام 2011 عندما خرجت وعندما تمدد داعش هي كانت رافعة يدها عن العراق. اليوم عندما نواجه أمريكا، أنا لست من مؤيدي للبقاء القوات الأمريكية، ولكن علينا أن نوضح أنه ما هي المحاذير وما هي الفوائد من بقاء القوات الأمريكية ومن مغادرة القوات الأمريكية.
لدينا هناك أسلحة أمريكية اليوم يستخدمها الجيش العراقي، لدينا أيضا هناك الكثير من العقود، لدينا بومبيو صراح لديه بإمكان أمريكا إعادة الإعمار في المناطق المحررة من داعش. اليوم إذا نواجه أمريكا في هذا الموضوع قد ترفع يدها أيضا مرة أخرى من العراق، ولكن العراق يجب أن يكون هناك توازن ما بين العلاقة ما بين أمريكا وما بين إيران وما بين دول الجوار. فمن الممكن بالزيارة المقبلة للسيد عادل عبد المهدي إلى واشنطن أن يقوم بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ويجب أن يوضح للجانب الأمريكي موقف العراق من هذه التصريحات، تصريحات ترامب وما إلى ذلك، وعلى أمريكا أن تتفهم موقف العراق. نحن نعاني من عام 2003 إلى الحد الآن من الإرهاب، من الخلافات السياسية والصراعات السياسية، تدخلات إقليمية وما إلى ذلك. يجب على الولايات المتحدة أن تتفهم الموقف العراق. اليوم نحن نعم دولة ذات سيادة، دولة نحتاج إلى فترة طويلة من أجل إعادة الإعمار، من أجل بناء منظومتنا العسكرية. نعم المنظومة العسكرية جاهزة، هي قادرة، هي لديها الخبرة، لكن نحتاج إلى التسليح أكثر لإعادة التوازن في المنطقة. نحتاج إلى الكثير من المواقف السياسية التي يجب أن تدعم العراق، سواء كانت من دول الإقليم أو من أمريكا. ضيفي من أربيل اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، خبير عسكري، شكرا جزيلا لك سيد ماجد. وتحياتي لأخي العميد الركن عماد الحلو. نعم دكتور عماد، بالعودة إليك في نفس الجزئية بالحديث عن المطالبة بسحب القوات الأمريكية من العراق، من المستفيد برأيكم ومن المتضرر من هذا القرار في حال لو تم تفعيله؟ بالحقيقة يعني سحب القوات الأمريكية يعني هناك عدة جهات، محور ممانعة نقدر نقول ومحور يؤيد يعني بقاء القوات الأمريكية. لذلك لحد الآن لا يوجد وحدة قرار عراقي تظهر لنا الموقف العراقي الموحد بشكل من خلاله نستطيع قراءة من هو المستفيد ومن هو المتضرر. لكن بكل المقاييس المتوفرة لدينا والاعتبارات المتيسرة نستطيع القول أن بقاء القوات الأمريكية طيلة هذه السنوات كانت عاملا مساعدا لدحر تنظيم داعش الإرهابي بفضل الإمكانات والقدرات التكنولوجية التي تتمتع بها القوات الأمريكية البرية والجوية. وقد استفادت الدول التي حاربت تنظيم داعش، قصدي الدول الإقليمية العراق وغيرها من القوى الإقليمية، من إمكانيات وقدرات وتواجد القوات الأمريكية في الحرب ضد تنظيم داعش. وعند انتهاء هذه الحرب لا بد من مراجعة جدوى بقاء هذه القوات، وهذا ما يطرح اليوم على الساحة العراقية. طيب دكتور عماد، يعني برأيكم متى تطوى صفحة داعش نهائيا في العراق وفق المعطيات ووفق القوى العسكرية الآن المنتشرة على الحدود ما بين العراق وسوريا في ظل هذه التحركات الأخيرة؟ يعني أنا ذكرت مرارا من على وسائل الإعلام أن تحرير الأرض هو ليس مقياسا للقضاء على تنظيم داعش أو للإعلان عن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، لأن تنظيم داعش هو ليس فقط وجودا ماديا عسكريا على الأرض، وإنما هو أيديولوجية وأفكار فكريا. نعم. لا تزال شرائح اجتماعية كثيرة سواء في العراق أو سوريا وغيرها من مناطق العالم، في اليمن، في ليبيا، شمال أفريقيا، وحتى في أوروبا تحمل هذه الأفكار. لذلك تبدأ مرحلة جديدة لا بد أن تتكيف الأجهزة الأمنية مع هذه المرحلة للحرب ضد هذا التنظيم من خلال وجود خلايا النائمة، من خلال وجود أفكاره، ولا بد أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي والمحلي أيضا ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية والمثقفين لغرض العمل بتكاتف وتعاون من أجل مواجهة هذه الأفكار التكفيرية المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
نعم دكتور عماد، هناك من يتهم أيضا ويحذر من استغلال السياسيين لموضوع مطاردة خلايا داعش النائمة في الملف والقضايا السياسية الأخرى، ما رأيك بهذا الطرح دكتور عماد؟ هذا يعني حصل في عدة مرات حتى في الداخل العراقي، وممكن أن تستخدم هذه الورقة على الصعيد المحلي بالنسبة للسياسات الداخلية، وهي استخدمت بشكل واضح من قبل القوى الإقليمية والدولية، ولا زالت يعني هناك جهات تستخدم هذه يعني العصابات أو هذه العناصر لأهداف وأجندات إقليمية. أدلب واضح يعني مثال كبير على ذلك، وجبهة النصرة ما تقوم به اليوم وهي اللي جزء من القاعدة، أيضا داعش لاحظنا استخدامه في عدة مرات وتم تمويله وإسناده من قبل دول إقليمية وخاصة دول خليجية. إذن هو ورقة ممكن استخدامها سياسيا سواء من قبل الدول أو من قبل يعني قوى عالمية أو دول قوى إقليمية وحتى القوى المحلية في الداخل، يعني الدول التي تعاني من هذا التنظيم. نعم، ضيفي من بغداد دكتور عماد علو، لواء ركن متقاعد ومستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ومن ثم ندخل المحور الثالث في حلقتنا الليلة.